الشخصية اللي قالوا لك عليها في يوم من الأيام وحافظت عليها وبالتالي نجحت؟ الله يمسيه بالخير الكابتن برجيلا. يوم هو كابتن احمد رفعت، يوم ما دخلت نادي الزمالك لاول مره قالوا لي هنقول لك حاجه، واذا قدرت تعملها هترجع جمالها حميد واحسن كمان. شوف انت ايه الحاجه اللي كانت بتلعبك كوره في النادي الاهلي وتخليك نجم وكويس وبتجيب جوال وكده، وايه الحاجه اللي خليتك تبعد عن الكوره وخليتك تنطفي. لو عرفت تعرف الحاجات دي وامتنعت عنها، وعرفت تعرف الحاجات اللي كانت بتعملها في النادي عشان تبقى كويس، عرفت تعملهم وعملتهم ونفذتهم، هتبقى ملعب حميد تاني. وفعلا الواحد الحمد لله فعلا اتقربت من ربنا كتير قوي، وعملت بالوصية ديت ومنعت كل حاجة وحشة كانت تمنعني عن الكورة، فوصلت ان انا بقيت ابقى ملعب حميد تاني في وسط صفوف نادي الزمالك منتخب مصر. فدي كانت اجمل وصية وصوني بيها يعني. مراتي بحرف العين اسمها ايه؟ أعزة، إن شاء الله يدوم معايا على طول مراتي، لأن الحمد لله أنا متجوز بقالي 4 سنين من إصابة ومفيش خالص كورة. لأحسن لعيب في مصر معاها، قدرت تهيئ لي الجو المناسب وقدرت ترفعني من لاعب عادي في مصر للاعب منتخب مصر وهداف نادي الزمالك وهداف مصر. فانا يا ريت تفضل معايا على طول قوي، وبطلب من ربنا انها تلتصق بيا على طول. وحضرتك شايف الصوره ان الكوز ديت والميداليات ديت اللي انا وهي مصورين بيها سوا ديت حصلت عليها في 4 سنين بس. انا بلعب بقالي 11 سنه او 10 سنين، اول كوس احتفظ بيها لنفسي في الـ4 سنين اللي فاتوا دول بس.